رياضية، أما بالنسبة لصاحب الأرض والجمهور الآن للخلود وما بين جماهيره بكل تأكيد، لكن هنا راسية ميسي المباريات الماضية، لكن الأهلي قادر وبشكل كبير جدا من الانتصارات ومن الوصول لدوري المحترفين أيضا. الأهلي أحلى التمريرة بشكل سريع جدا، راسية تتحول الماضية، هنا تتمرر الكرة بشكل خاطئ، الآن تعود لكن الكرة ما زالت للزهراني عبد الرحمن، تتمرر أمامية لكنها عدت ووصلت راني بشكل سريع جدا، تتمرر لميليسي، بداية أولى لميليسي من فريق الأهلي حسن العلي، تصل لميليسي بشكل مميز، الله على المرور من لكن الله على المرور، الله على المرور، سلطان الشهري بثقة كبيرة جدا لهذا اللاعب الصغير في صفوف الخلود، لكن الله على التمريرة والمرور بشكل مميز، تتمر لكنها خاطئة، تصل لميليسي، هذا ميليسي اللاعب الأوروبياني هنا تركي الدوسري يتدخل وينقذ الموقف باللقطة الماضية، تعود وتصل الأهلي، هشام فايق لميليسي الأهلاوي لفريق الأهلي بكل تأكيد، لكن الآن تصل بالمنتصف خلف المدافعين، هيثم عسيري الانطلاقة، هيثم عسيري الخلود بكل تأكيد، الأهلي يسيطر على الملعب لكن بلا الانطلاقة من حسن العلي للجهة اليسرى، تصلها أولى من مجريات هذا اللقاء بشكل طيب، تصل لميليسي، ميليسي يلعب الكرة بشكل سريع جدا لرياض بو دبوز، مرة أخرى لهشام فايق، هذا الثلاثي المميز في وسط ميدان الأهلي، تتمرر من ميليسي بشكل مميز، لكن الآن ركنية ملعوبة بشكل سريع جدا، كانت قوية من رياض، مرة أخرى لميصف لكن خاطئة من الربيعي، خاطئة بشكل خاطئ من محمد بو دبوز، تتمر أمامية بشكل سريع جدا لميليسي لرياض مرة أخرى، انطلاقة من رياض، مرور من رياض، لكن ميليسي بالخلف أيضا قطع الكرة بشكل مميز، الآن تصل بشكل سريع، بارو مميزة لميليسي، تدخل لكن في كأس العالم فيفا قطر 22 في المشاركة لأحمد ياسين من هشام وميليسي ورياض بالمنتصف، الدوسري راسية مرة أخرى، ما زالت ميليسي تصويب باستوس لميليسي هشام فايق ميليسي ثانية، لكن قراءة من جانب دفاع كما هو حال الأهلي، استقبل 14 هدف، أقوى دفاع، هذه الكرة تصل لهشام حتى الأهلي، انطلاقة من ميليسي المدافعين الراسية، ما زالت الاستلام لكن ميليسي أيضا يقدمه، لربما يكون أيضا تزيد فرص الخلود من جانب في هذا اللقاء بأن يسجل ثاني الأهداف له من خلال المرمى، جاسم العشبان الآن لميليسي يعود بالكرة نتائج مميزة وبطولات أيضا العرضية ممكن من سعود الراشد، تمريرة هنالك وقت محتسب كوقت بدل بينية لكن اللاعب